بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، المعضل جور سيملا جوركان انقطاع ظاهر. تعريفه ناساندني لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه. أعياه يعني دستوساني كرت. جاء أعضله يعني غريوغولي لي بيدا كرت، آلوزي كرت. اصطلاحا ليزاناني فرمودا، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. أويل إسنادك إذا دو ياز ياتر بدوي يقدا كوتبيك، كوتو كان بدوي يقدا يعني ليكو بيا بتشوار دو سي كوتب، يا بون مي يك دو بينز بيا سي وتشوار بدوي يقدا بكوي. مثاله ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي. قعنبي وثمان بس عبد الله كري مسلمي قعنبية عن مالك أنه بلغه، مالك ضلاي بل أنه بلغه في قيشتوه أن أبا هريرة قال، كأبو هريرة قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فنمدك تائره عبد كويلا بيست خواردنو جلوبرجي بمعروف بشاكا في ببخشري ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. أو عنديش كطاقة تواني هي تكليفي عمله خزمة كرني ليذكري. قال الحاكم، حاكم ضلي هذا معضل عن مالك، فالمدلة مالك ومعضلة أعضله هكذا في الموطأ، لهلا موطأ إيش أواجر يتيو مو معضلة ضرف. هذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليا دوي بدوي يقد عليك وتو بين مالك وأبي هريرة باش سقط ما ليش يزاني سوزاني دويان زياترين يا شين. وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ. يوفر موديل الريدي كشو الرواية الذكري لدروي الموطأ مالك يوفر موديل واجرا وتو عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. محمد يقول عجلان باو تشيشي كوتوا دو بدوي يكدا. طبعا محمد بن عجلان صدوق حسن الحديث. حكمه المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. بو وخرى أبتر الأوان، وذلك لكثرة المحذوفين من الإسناد. هو الدويل يكوت ويا زياتر بدوي يكدا. وهذا الحكم على المعضل كضري معضل ضعيفة بإجماع العلماء. اجتماعه مع بعض صور المعلق لهندي لوين كان دا فرموديك معلق يشتبه معضل يشتبه. إن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه. العموم والخصوص المطلق يعني العموم والخصوص من وجه دستواجيك لمنطق زيادة الدراسة ذكري كطلين أمدو أنا عموم وخصوص وجهي يعني أنا يعني هنديكات دوشت مان هي يكم ودوم يكشتن هنديكات بلام لهنديكات يكم هي ودوم نية لهنديكات يش دوم هي يكم نية هر يكيان لوجهك ولا ويدي قولتنا هر يكيان لمنطقي كود ابنو هر يكشان منطقي شي تايبت بخوي هي تداخليناك سكا ها جاريو الا بيركاري دو بازنا تيكل لكريان باش يشان لسيتا ناويك او باشا هاو باشا هر يشان باش او بالضبط عموم وخصوصي وجهي تمشاكل ليش في كود ابنو. فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليا. أقل مبدأ إسنادك دو راويان زيادة حذف كراء بدوي يقدابون أو أهم معلقة
تقول بياوي سردي صندك الصراوتو همشيا هم معضل إيشا وين فهو معضل ومعلق في آن واحد ليك كذا معضل إيشا ومعلق ويفارقه في صورتين سركة إذا حذف من وسط الإسناد الراويان متواليان مهندس فهو معضل وليس معلق أو منطقي معضلة معلقني لنا وراستي سندكا دوانيا زياتر بصريته معضلة معلقني إذا حذف من مبدأ الإسناد راوي واحد راوي فقط هذي قال السردائي سندكا يقر راوي سرائيوه أو بارك الله فيك أو معلقة الله معضلني يا كوابو فهو معلق وليس بمعضل من مظان المعضل معضلات ليش فيه زورة قال السيوطي رحمة الله عليه من مظان المعضل والمنقطع والمرسل أو سيلة شوية زورة كتاب السنن لسعيد بن منصور سعيد بن منصور بن شعبة ثقة سمع من مالك بن أنس مالك شيخيتي والليث بن سعد طلب الليث كري سعيد سعد وهشيم وحماد بن زيد وغيرهم وشيخ أحمد كري حنبل أو محمد دارمي وجماعة أبو رحمة خالي بلا صالد وصدر بستحوته هجري وفاتي كردون كتاب السنن أولا يزور هل هو مؤلفات ابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا زياد لا مؤلفي شيء بتعبد لبابة زهد وتقوى داري وأمانة كتاب زور ذا سنة زور دجارته ومعضلاتي زور تداعي سؤالم زوري كوتني أشكرا المنقطع تعريفه لغة هو اسم فاعل من الانقطاع بتران ضد الاتصال اصطلاحا لا زنان فرمودا ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه هرچيك سندك متصل لمي بتران بهرچو بهرچونو لهرچوي هبي أو منقطع لسر أو بيناسيا هم معلق منقطعة هم مرسل منقطعة هم معضل منقطعة بويضا شرح التعريف يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه فيدخل فيه على هذا يعني على هذا التعريف لسنه بناسية مرسل ومعلق ومعضل لسنه ومنقطعه بلى لكن علماء المصطلح المتأخرين متأخرة كان يعني أو عالماني لإيمون زيكتر متقدم يعني كونا كان متأخرين أو أني درينت هاتون إيه خص المنقطع منقطع ينتهي بذكر هو بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل يعني بصغانا قلس أنا ذكا داهبي نبو قنجي بي قتري منقطع عفوا نبو قنجي بي قتري معلق نبو قنجي بي قتري مرسل نبو قنجي بي قتري معضل بوضع المنقطع وكذلك كان استعمال المتقدمين يعني حتى استعمال زوربي متقدمين شروابه في الغالب ها زوربيكا ولذلك قال النووي رحمه اخوه البيضلي واكثر ما يستعمل في روايه من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر كمالك عن ابي هريره جواز كلان يدوك سيام كذا والله مالك عن ابن عمر بقولنا نافع كوتو هذا ابن نافع كوتو يكس باشا ومعلقة نسرتي سنة كاش نقوت نسرتي سنة كوت مالك مش معضلة إدوان نقوت عاد يكوت مش مرسلة ابن عمر صحابي كدياره كأو منقطع المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث هو ما لم يتصل إسناده سنة كي متصل نية مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل ننائي مرسل ليكريتو ننائي معلق ننائي معضل فكأن المنقطع اسم عام نايت قشتية لكل انقطاع في السند هم انقطاع لا سند منقطع في ضان ما عدا صورة ثلاثة سيوين نبي أكناي تابد بخويان هي حذف أول الإسناد أو ناي معلقة أو حذف آخره أو ناي مرسلة أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان أو ناي معضلة زقل وهم منقطع في ضان وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها كتب شيء لمصطلح الحديث ناي نخبة الفكر شرح شكر دوب أخوي ناي ناو نزهة النظر زاد الله هل سر أو وتيرو يشتو ابن حجر لوي ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد جاري انقطاعك ليك جي
وقد يكون في أكثر من مكان واحد وكوياك سيبينت دو تشوار كوتو بدو ياك دانيس كبدو ياك دانيس دبيت معظم كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا. مثاله ما رواه عبد الرزاق يعني الصنعاني عن الثوري يعني هم بياو كان ناسيني هر بياو بيا ناي ناسين بلام أواند ناسين كزور إشمان بيدي ناكري ناي ناسين ثوري ما بزلي سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ روى عن أيوب السختياني وأنا ما مصيبون وجعفر الصادق وربيعة الرأي والأعمش وشعبة بن الحجاج ومحارب بن دثار ومحمد بن راشد وغيرهم وغيرهم وروى عنه خلق كثير توفي رحمه الله سنة 61 ومئة لصالة صلى الله عليه وسلم يعني والله اشتلبي أبو حنيفة ومالك بوه الله اشتلبي يعني ثوري رحمة خالد عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثير عن حذيفة مرفوع سيري وسنة ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة يعني اليمان مرفوعا مرفوعا يعني دياوية بال بأمر إخوة صلى الله عليه وسلم بأمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي إوليتموها أبا بكر أقلو كاربدنا دس أبو بكر فقوي أمين. فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه فيها كوتوه لنيوان الثوري وأبو إسحاق السبيعي شيء شريك وهو شريك سقط بين الثوري وأبي إسحاق إذ إن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة وإنما سمعه من شريك أن جاء شريك وشريك سمعه من أبي إسحاق فهذا الانقطاع جاء انقطاعنا بينا وتر مرسل ولا المعلق ولا معلق يشكي ولا المعضل كابو فهو منقطع حكم منقطع المنقطع ضعيف بإجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وللجهل بحال الراوي المحذوف المدلس أنواع جيسة آتنا شو آتنا أنواع السقط الخفي كوتني شاراوة يكميان المدلس في التدا كراو يا تاري كراو تعريف التدليس لغة لزمانواني داو شي مدلس اسم مفعول من التدليس اسم مفعول يعني او كاري بسر داهن داو اسم فاعل يعني او كاردك كاتب اسم فاعل يعني نوسر مكتوب نوسراو من التدليس لتارك التدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن السلعة يعني كالا عيب السلعة عيب كالا كد لمشتري كد بشاريو كابو بو ما نادي بيتا في اللي كراو وأصل التدليس مشتق من الدلس تدليس لدلس هاتو هو الظلمة تاريشي أو اختلاط والظلام ياتي قلبوني تاريشي وروناشي كما في القاموس وكل قاموس ضل جاء قاموس ممسي وني وكل قاموس كان ضل علماء وتيان قال في القاموس ممسي محمد كري يعقوب فيروس آبادي لا القاموس المحيط دسي مجلد طبع كراو كما في القاموس كراو محمد كري يعقوب فيروس آبادي لقاموس أوهانا ساندويتي فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره السنري فرموكي تاريك كردوه فصار الحديث مدلسة فالمذكاء تنبضي في اللي كراو يا تنبضي تاري كراو قلت ما شعراوي استاذ دعي ان شاء الله مو ما ندردك يكا بابتك شعراوي تاريك باش اصطلاحا لا زناني فالمدى اخفاء عيب في الاسناد وتحسين لظاهره شاد نوي عيب كرنا وسند ذكذا هي وجوان كردني ظاهر دروي سندك هذا هو كوهزنكين عيب الناو سند شهر دراوتا شرح التعريف مهندس ليرو بابتك توزي ورتبب أوري هاي لقبطة شرح التعريف أي أن يستر المدلس العيب مدلس يعني يوكسي وكاردك مدلس فرمودكي ها مدلس فيالكاركي تاريك كاركي مدلس فرمودك فيالتيا داكراوكي
أي أن يستر المدلس عيب بشارته الذي في الإسناد، وهو الانقطاع في السند، انقطاع الناس كذا هي، فيسقط المدلس شيخه ويروي عن شيخ شيخه. مؤنس سردم لا بنرد او فرموديلا مؤنس سركوت او بيستو مؤنس سركوت او فرموديلا محمد نايك او بيستو من ديم مهندس سركوت لا هذا بم يقصد لم لمحمد او انت في غلط شكم او كودنا بشارمو ويحسن ظاهر الإسناد دروي درها زينته بأيهما الذي يراه بأنه متصل لا سقط فيه. أقسام التدليس ذات زورك للتدليس قسمان رئيسيان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد لقد عرف ناساندويانا علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ببناسي جاواز جاواز، وسأختار أصحها وأدقها راسترينيان وترينيان في نظري لو وجه نظري هو موضب جرم، وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان أو دعاء النسان رحمة الله، وهذا تعريفه أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. شرح التعريف. ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عن الشيخ الأول بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال أو عن ليوهم غيره أنه سمعه منه. أمن أو محمد الشيخ يتوى مهندس نم بنيوم عفوا بنيوم بلا بين ديا شر فرمو دم لجراوت أبون مونة دم فرمو دم لجراوت كاك هزار فرمو دم لجراوت بلا من يستخريكم فرمو ديش ليد جرموا راسو خلوهم نبيستوه وإنما لطلبيش وكتوي بيستوما هندي فرمودم ليه بيستوى مهندس بلا من اللي راسي أو فرمودي استوى خريكم دي جرمو ولا مهندس سركوت ولا محمد ودي جرمو ما كسد الله محمد قتي قال محمد دروم نكردو تكون محمد وقصي كردو بلا لكن لا يصرح بأنه سمع منه بس صراحة ناله سمعته حدثني يعني حدثنا محمد تكون كعثة دي بيت الدرو وإنما ضلع عن محمد لمحمد قال محمد أن محمدا قال، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك تهوك نبدا دروزن بو. ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر زالي والدوان يقيا زياتر دخل شدوش بخا باش. الفرق بينه وبين الإرسال الخفي رسالي خفي دعيدي خيونين سأل بسري دادرون قال أبو الحسن بن القطان بعد ذكري للتعريف السابق والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه واضحة ونيا يساء من أو محمدي يساوى لي دجرما هندكم ليه بيستوى الله نوفر مديم لينا بيستوى بلام إرسالي خفي ويه أرهيجم لينا بيستوى لا طلب كان يوم نشتم بيستوى الله ما نشان نمك لهم بيستوى ويد الله وإضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه اشتيل الشيخك ودجرتك أو اشتيجي لنبوه بلفظ يحتمل السماع وغيره بلفظك لداتا بالي كإحتمالي وهي جيلي أبو بيه طلع قال مهندس قوتي هذا شيء من بغم جملة مهندس بيوكا قوتيتي ده شيء نا والله زيش كم مهندس قوتي بيتي هاي يحتمل السماع وغيره بلام لكن المدلس مدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها مدلس هندي فرمودي لو الشيخ بيستوى بلام أو فرمودي لو نبيستوى
بلام على حيني على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها نأو فرمودي ونأو فرمودي كشي جولي نبو بلام أن عاصره أو لقيه وهمان سردم يان هبو يان لقيه وهمان ونزع الحمد لله ربك باش يعني قهمان حصر نبو تماني عاصره مرزني أهما شرني لهمان سردم بو بن طلبوا ما مستعشبو يا لي بيستبي ونيا إذا قال همان سردم نبو نهل ونعجي ونيا با تصصص طبعا ناكري أو كانت سقطك الظاهرة تحرى وليك ولا سردم يكن ونيا أو اختبو وضعك خفي نابي مثاله نمونبو تدليس ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة قال لنا فقيه قال لنا أو تواو هو تصريحة كوابو قال لنا سماع بأيما يقول قال لنا ابن عيينة عن الزهري عن الزهري فقيل له يعني يقدق سمعته من الزهري طبعا سفيان يقول عيينة الشيخ الشافعية طلب مالكة بلام دهدي خنين سؤال راوي دكات تديس بك بو يعني وهذا هناك فقال لا نعم الزهري ونم بيستو ولا ممن سمعه من الزهري لا والله حدثني عبد الرزاق عن معمر أوجع عن الزهري في هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري باش تدليسي تسوية أو هرجورك لتدليسي سنات شكرا ما قلت ما تدليس دو جوري أساسية تدليسي سنات وتدليسي شيوخ تدليسي التسوية جوري شي تدليسي سنات تدليس التسوية هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد. في ناس يقولون هو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة وان يستوى شيخ يمني وثيقي تواناخا لمهندس الكوتو بيستم لون بيست تو لأحمد يتيو دجريو كضعيفة أحمد يجل محمد يتيو دجريو كثيقي يسدو ثيقها مهندس الكوتو محمدك بس محمد شيخي شيخي مهندس أحمد يلوني وانا هي ضعيفة. أمن شتغم أتونا مهندس أتونا طلبي شتوا أو جاء أودو ثقية مهندس توا محمد جراقي شتوي بعم تو أوفر موديات لمحمد نجرا وتو إدعاية وش نكرتو لمحمد جرا تو بمند قتوه كاكا سلام جرا قال ما فر موديل أحمد ودا جرمو لمحمد وهرس أنا من لا أنت فر موديل لا محمد خنتوه بعم فر موديل أحمد وبيسوا قدر ما كابوتو وصعك دوك خوي جيم أما من ديم فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني من ظلم لا مهندس ولا محمد أو أحمد كدخل بلفظ محتمل دروب دميت هناك ظلم حدثنا مهندس عن محمد عن محمد نعلم قال حدثنا محمد سكودري بدم تويدك وهذا فيسوي الإسناد كله ثقانا وبعض التدليس التسوية الرق قسم سندك الرق دخل ضعيفة إلينا ده وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس خلابتين نوع التدليس بو لأن الثقة الأول مهندس جاء أتاو كتيب جين إما سبحان الله علماء حديث ناويهم وأنا جاك دوتو كتدليس ذكا بويك عند بيستين همشاء ناترسين إلا لعني أوانا ذا ترسين كما تدليس بناو بانجن يساتو مهندس بتدليس بناو بانجي نا إيكا أو أمنا بس بناو دوشتو كردو باشا من بتدليس بناو بانجن منو تقتو ما حدثنا لو ناترسن
إلى عني مهندس جناه ترسي يحسد الله يوصل هذا صحيح وهاي مش هلاقي مهندس محمد يبينيه إلى عني شناه ترسي بيظل لأن الثقة الأول كتوي قد لا يكون معروفا بالتدليس بويك جيت ويجده الواقف عن على السنة كقبل هذا مش هاي السنة لسه السنة لكذا وستيوت مش هاي السنة لكذا كا كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرر شديد في الله يكرني جزرت عندي تذا غرر زرر زيان في الله يكرنيش أنا عم بيعي الغرر فكرين فروشني كان في الله يكرني بس سبحان الله علماء ويش أنت كتبت يا الله أشهر من كان يفعله مشهور ترين يعني هما بقية ابن الوليد هذا ضعيف بقية حتى يعني بقية ابن الوليد ضعيف بقية ابن الوليد قال أبو مسهر أحاديث بقية حديث بقية ليست نقية خابنية فكن منها على تقية ويأخذ لي بارز والوليد ابن مسلم مثاله نمونا سيرك ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال سمعت أبي جملة أبو حاتم باب بو أبو حاتم بابي ولاش طلوي بخاري ورحمة خليل وذكر الحديث دلتشي لقد باب ذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية بقيه قال بقية قتي حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه قال أبي طلع باب قتي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه أو فالمديشتي شتا كم كسيتيبك تما شك روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو باشا عبيد الله كري عمر ثقة متمانك بيكرا ونيا لشيوي دجرتوا لعن إسحاق بن أبي فروة ما إسحاق كري أبي فروة دجرتوا عن نافع أو سنة تاوكي عن ابن عمر جاء إسحاق كري أبي فروة ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة طاوكي عبيد الله كري عمريش ثقية نافعيش طبعا ثقية كنيته أبو وهب كنيته أبو وهب كنية عبيد الله كري عمر وهو أسدي فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له أو بقية هاتوا بقية كري وليد سني جرته عبيد الله ناوي عبيد الله نهناه بكون يكيه أنا بيتي. الله حدثني أبو وهب الأسدي. أو تقام زيد روسكا. سيرك عبيد الله كري عمر يكسني قتوا عن نافع قتوا يتي عن إسحاق بن أبي فروة. نا بقي طلبي شيء كردو. تمام شايل السريع. حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع. كوا إسحاق كري أبي فروة. بقي لا يبردو. تقول لي عن نافع. وين؟ لسري لا يبردو. تقول لي مهندس حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة لا يهتدى له حتى أوكس كم بدو الزينوه نزعي نوع عبيد الله يكرى عمره شيء قالوا كاعتا عبيد الله عبيد الله يكرى عمر أو فالمديل لا يتشكى ولا إسحاق كرى أبي فروة يجرده قبل ما عبيد الله يكرى عمر آسان كشف دو تك السنة دي كيه الله ما قبل أبوه بن الأسدي هذا شيء وره يشكى أبوه بن الأسدي يكسل له نافعة واضح يا مهندس السند موجودة طبعا اخوي لب كاكل علمي حديث كوكب نوي السند كان كوها ابو السند كان بدوري خوته دانا سد بزو السند اللابي والسند دي بقيته مش صحيح بس راهو السند ابو وهبي السدي لنا الشيخ كان بقيه او ابو وهبي السدي شي تمشى لكن عبيد الله كري عمر كنيكي ابو وهب إيه لأسد لهوزي أسديشة لبنو أسدة كمان الله يكرى عمر هوا تورى ورا بقية وعبيد الله يكرى عمر تاولي هذا ليس حق النبي فروت وتليك توش مشهور يبو بابتك أبو السنة ده شطب ليه ده زمان نزاي أوي يجي أقول فني لبرت هاي ما كنت أحسن من اللي هو التقليد كمان سبحان
الله هداية رباني أوان هداية دراون يا الله زود بيجي وزيرة شيء سبحان دايك وكرنا ويسا لك أخوة بكليكي شي موبايل نبوه جاري يا عبيد الله أوي بدو طلبي قلت طلبي قلم سري دنيا بو طلبي قلم سري دنيا بو دبو أم سري أم سري دنيا ببي بكي إذن تعرفي يعني كان ما قوز بابي يا الله كاكا كان باري كان باري لك مو إيش لو لا ودي إن أي شيء لخونا أو قرآني والله من دينك إيش تعمل فيرنا كم يكم شنو بس أنا مش تعمل مترك كره والله تو هلا بس بليد جوروي بقرآن هيج عرق ما كنت أنا في ناوي استعمتي أنا بس ما بري وبول يا الله باش تدليس الشيوخ هذا طبعا اللي ربو استين يوم ما انا بس بسكو بابا تاع ضمن كنيتوز جديد سبحانك اللهم لا اله الا انت